الله مرحبا بكم في لاشين ديالكم ماي ايكونومي. وبالاساس الناس اللي مقبلين على الغطراباج شعبة العلوم الاقتصاديه وكذلك في شعبة التدبير المحاسباتي. وان شاء الله اليوم غادي نديروا مراجعه على يعني الماده ديال لورغانيزاسيون ادمنستراتيف دي زونتيز. بزاف ديال الناس طلبوا مني ندير فيديو نجاوب فيها على التساؤلات ولي بارتي اللي ما مفهوميش في هذه الماده. اذا في هذا الفيديو او في هذا الديريكت ان شاء الله نديروا مراجعه عامه ديال لي ديفيرون شابيتر دو لورغانيزاسيون دي زونتربريز. اذا بالنسبه للناس اللي عندهم رطاباج كنتسنى لي كيسيون ديالكم، غادي يبانوا ليا اون لايف دابا وغادي نجاوب عليهم سور لو شون ان شاء الله. ودابا غادي نعطيكم نصائح او توجيهات منهجيه اللي فوالا خصكم يعني كذا يعني خصكم تردوا ليها البال من دوزو ان شاء الله الامتحان ديال لورغانيزاسيون. كذلك الى كانوا بيان سور يعني دي كيسيون كي كونسيرن يعني ليكونومي جينيرال اي ستاتيستيك وكذلك لا كونتابيليتي ف جو سري تري زيرو يعني ا ريبوندر ا توت فو كيسيون ان شاء الله. دونك غادي نبداو ان شاء الله بالتوجيهات المنهجيه اللي كتخص الماده ديال الاقتصاد والتنظيم لاداره المقاولات. اذا الامتحان ديال لورغانيزاسيون كما كتعرفوا كيكون عباره عن ايتود دو كا. هاد لي ايتود دو كا بيان سور كتشتغل على اون انتربريز وبيان سور في الامتحان سميتو في الامتحان ديال لورغانيزاسيون اول لي كيسيون لي كطرحو سو سون دي كيسيون ديدونتيفيكاسيون. يعني كطلبوا منكم تحددوا مجموعه من الاشياء عندها علاقه بالشركه. فكاين السؤال ديال لو ميتي، شنو هو لو ميتي ديال لونتربريز. لو ميتي بطبيعه الحال هو لاكتيفيتي اللي كدير الشركه، يعني الانتاج ديالها، النشاط الانتاجي ديالها والنشاط الاقتصادي بصفه عامه، يكون تجاري ولا يكون ولا يكون صناعي. لا لاحظتوا في الاول ديال الامتحان كيعطوكم واحد لافيش، ديك لافيش كيكونوا فيها جميع لي زونتربري جميع لي زانفورماسيون كي كونسير لونتربريز ومن هاد دو لو ميتي، يعني لاكتيفيتي ايكونوميك رياليزي par l'entreprise, le savoir-faire d'IALA, ce que c'est faire cette entreprise effectivement sur le marché d'IALA. Donc, je vais vous dire la fiche, je vais vous scénario tani qui compte, mais qui compte, mais quand je dis la fiche signalétique, les FIHA, les informations de l'entreprise, que tu n'y chanf les documents, ou réellement document 1, que tu le métier, que tu as le métier, ou que tu as le job. Le métier de l'entreprise, par exemple, est la fabrication des plaques d'aluminium. Par exemple, le métier de l'entreprise, c'est l'extraction du phosphate. Et dans Hadou, Hadi, il est le métier. Binisba la mission, on a qui conchalte. On a qui conchalte, mais bin. Le métier et la mission. La mission, les kanqsdou biha, les attentes des clients. Yani ach kdir had cherika ala qbel zubana diala. C'est bon, il est bent lik chi jumla. Fiha, yani mjhoudat dial cherika li ktwejjeh biha zubana diala, fhadi ktma la mission. Par exemple, la mission d'IKEA, fabriquer yani des meubles fonctionnels avec un design يعني ان ديزاين اللي هو très sophistiqué et bien sûr avec des prix les moins compétitifs ou abordables بالنسبه لا كليونتيل. اذا هذه كتسمى لا ميسيون و بيان سور كدرجها في الجواب ديالك. عاده من بعد في لي كيسيون ديدونتيفيكاسيون اوسي كيقول لك لي فيناليتي. جبد ليا لا فيناليتي ايكونوميك سوسيال سوسيتال. هي صراحه كل مره كيفاش كتحط في هذا الامتحان ديال هذا العام عطاوها سو فورم دو طابلو sous forme de asel bihat, yani lié par flèche ou la relié par flèche. Atin comme les finalités déjà mdkouri les finalités. Rien ta khsk tahdid fina hiya économique, fina hiya social, fina hiya sociétal. C'est un chi li daou f dawal adiya, mandonch ay aoudou nef chi bnisbel dawal sadakiya. Donc il a galik jbed les finalités économiques. Fa les finalités économiques a 3. Kaina la finalité bien sûr économique, kaina la finalité sociale, la finalité sociétale. La finalité économique, kaina la rentabilité, kaina la survie ou kaina la croissance. Benou lik chi joumel fi l'imtihan عندهم علاقه بهاد الثلاثه هادو بهاد الثلاثه لي زيليمون. فهادي كتكتبها وكتعتبرها فيناليتي
ايكونوميك كتكتبها في الطابلو، او الا قال لك نيشان جبدها ليا من مصر كتكتبها. فيناليتي سوسيال كتعلق بلي سالاري، يعني سيتادير يعني اهداف مصدر من طرف الشركه ولكن كتخص العمال، فهذه فيناليتي سوسيال. باغ اكزومبل نعطيكم مثال، مثلا موتيفي لي سالاريي جو سي با، يعني لونتربريز يعني اديسيني اون بوليتيك سوسيال بالنسبه لي سالاريي ديالها، فهادو سو سون دي فيناليتي اللي هما سوسيال. اي حاجه كتعلق بلي سالاريي وداك الشيء اللي بغات الشركه دير علاقه بهم فهذيك تسمى فيناليتي سوسيال. بانت لك شي حاجه كتهم الشان العام، لونفيرونمون، البيئه، يعني المحافظه على البيئه، يعني خدمه المصلحه العامه، شي حاجه كديرها الشركه من اجل المصلحه العامه، فهذه فيناليتي سوسيتال. وغالبا غالبا في الامتحانات كتعلق بلونفيرونمون اي لي زيفور ديبلوي بار لونتربريز، يعني بو بروتيجي لونفيرونمون، فهذه كتسمى فيناليتي سوسيتال. هذا هو النوع اخر ديال لي كيسيون ديدونتيفيكاسيون اللي كيبداو بها. من بين لي كيسيون الاخرى اللي كيكونوا لمشينا الدرس ديال البلانيفيكاسيون استراتيجيك، فصراحة ما الأسئلة في الامتحان الوطني بخصوص لو شابيتر الثاني اللي هو لا بلانيفيكاسيون استراتيجية قليلة بزاف، مي كاين واحد السؤال كيتحط خصكم تردوا معاه البال، ممكن نحطوه لكم في الرابورتاج، مي كيقول لك كاركتيريزي لو بلان استراتيجيك. انا جو كوا هذه هي لا كيسيون اللي كطرح بزاف لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك، هي كاركتيريزي لو بلان استراتيجيك. الا قال لك كتمشي لذاك الدوكيومون اللي كيهضر لينا على البلان استراتيجيك، مثلا البلان استراتيجيك ديال لونتربريز اكس في 2025 في 2030 اكسيتيرا، قال لك كاركتيريزي لو بلان استراتيجيك كتحدد ثلاثه ديال لي زيليمون. اول اليمون لي زوبجيكتيف استراتيجيك، كتقلب عليهم كتلقاهم في الدوكيومون كتكتبها بحال هكا اوبجيكتيف استراتيجيك. هما غالبا في الامتحان كيسهلوا عليكم الماموريه شنو كيديروا لك، كيدير لك طابلو، مي الى عطاك سؤال مباشر بدون يعني مساعده من جدول او غيره او شيما او شي حاجه، هكا كيفاش كتجاوب؟ اول حاجه لي زوبجيكتيف استراتيجيك، كتكتب لي زوبجيكتيف استراتيجيك ديالك اللي عندك في الدوكيومون، كلهم افعال سلوكيه كيبداو بافعال، مثلا بروموفوار كذا كذا، اوغمونتي كذا كذا، يعني سميتو ديفونير اون انتربريز انترناسيونال اكسيتيرا اكسيتيرا. هادو لي زوبجيكتيف استراتيجيك راه باينين راه واضحين. الحاجه اخرى اللي خاصك تحددها واللي هي مهمه في هذه العمليه ديال كاركتريزي لو بلان استراتيجي هي لوريزون تمبوريل، يعني المده ديالو، واش مثلا من 2020 حتى 2025، كتكتب بحال هكا لوريزون 2020-2025، سي بون. ثالث حاجه لو فينانسمون، لو فينانسمون يعني الغلاف المالي اللي مخصصه الشركه باش تمول هاد لو بلان استراتيجيك هذا، وباش توصل دوك لي زوبجيكتيف اللي ذكرتي قبل، مثلا انفستيسمون دان مليار دو ديرام، ان امبران دو كومبيان دو مليار دو ديرام، وكتكتبها. اذا هكا كتكون جاوبتي على كاركتيريزي لو بلان استراتيجيك. اذا كنحدد نعاود لي زوبجيكتيف استراتيجيك، كتحدد لوريزون تمبوريل يعني المده الزمنيه، وكتحدد لو فينانسمون ديبلوي بار لونتربريز يعني بور يعني اتاند ولا بور رياليزي هاد لو بلان استراتيجيك. شنو ممكن يكون في لي كيسيون؟ واخا هذا كيسيون غار نادره جدا صراحه، ما كيحطوهاش بزاف، مي بون انا كندير مراجعه عامه وكنتسنى لي كيسيون ديالكم الا بان لكم دي كيسيون بريسيز طرحوها. بالنسبه لهاد لا كيسيون اللي هي ديال لا ماتريس سوات، مثلا في الامتحان ما كيحطوش لكم سميتو ما كيحطوش لكم لا ماتريس سوات كامله، اما كيقول لك حدد لي لي زوبورتونيتي يعني الفرص المتاحه بالنسبه للشركه في المارشي ديالها انطلاقا من لي دوكيومون، حدد لي لي بوين لي بوين فورس. واخا مصطفى غادي نهضر على لي زيفي دو سينيرجي غادي نشرحهم دابا ان شاء الله. دونك كيقول لك جبد لي لي بوين لي بوين دو فورس ديال الشركه او لي بوين دو فيبليس، ولا حدد لي لي مناس. ما كيحطوش لا لاحظتوا صوت كامله، كيحطوا غير هاد لي زيليمون. الا قال لك مثلا بروسيدي لاناليز سوات، كدير ماتريس كتقسمها على اربعه، كدير لي مناس وكتجيب كتجبدهم من النص، لي زوبورتونيتي وكتجبدهم من النص، كتحدد لي فورس وكتجبدهم من النص، ولي فيبليس وكتحددهم من النص. كما قلت لكم في الامتحان ضروري يسولك على وحده فيهم، يعني يا لي زوبورتونيتي يا لي فيبليس يا لي فورس يا بيان سور لي مناس.
إذا هادشي اللي كاين بالنسبة للشابتر الثاني، يعني الأسئلة اللي ممكن يعطيوك. سينون أسئلة أخرين شنو هما لي ديفينيسيون؟ ممكن يسطر لك على بلان استراتيجيك ويقول لك أعطيني التعريف ديالو، بلان أوبيراسيونيل شنو التعريف ديالو، ممكن يعطيك مثلا يسطر لك على جو سي با على شنو هو افونتاج كونكورونسيال ويقول لك اشرح لي اش تقصد بافونتاج كونكورونسيال. يعني غروسو مودو هادو هما لي كيسيون اللي ممكن يطرحوا كاع في الشابيتر الثاني اللي هو لا بلانيفيكاسيون استراتيجي. بالنسبه للشابيتر اللي تابعو لي زوبسيون استراتيجيك، وغادي نبدا بليفي دي سينيرجي هو الاول، لان هذا هو داخل في لي زوبسيون استراتيجيك، لان بزاف ديال لي زافونتاج من كاينين دي استراتيجي عندهم كوم افونتاج لي في دي سينيرجي. دونك طلب مننا مصطفى نشرحوا لي في دي سينيرجي، غادي نشرحوا دابا شنو هو لي في دي سينيرجي. لي في دي سينيرجي هو من كتقوم جوج شركات كيكون بالضبط في لا استراتيجي دان بارتيسيون، من بين لي زافونتاج ديال لا استراتيجي دان بارتيسيون. نعطيكم مثال بسيط، مثلا نفرض واحد عنده محلبة، نعطو أمثلة اللي هي بسيطة جدا. يعني لو برودوي ديالو هو دي جو دورانج، دي جو دورانج، دي جو بصفة عامة، دي جو دو فروي دو مانيير جينيرال. واحد آخر عنده مأكولات، عنده مأكولات سناك ريستو، يعني كيبيع المأكولات أو الوجبات السريعة. إلا مشاو هاد الناس هادو تتفقوا سي بون وداو يعني ان بروجي اون كومون، يعني مين كيجي لو كليون اون ميم طون هذاك اللي غادي ياخذ ان روبا غادي ياخذ معاها ضروري ان جو دورونج، وهذاك اللي كان معول غير على جو دو فروي كيف ما بغا يكون غادي يصدق مثلا يتغدى ولا ياكل. اذا اش غادي يوقع لي ريزولتا ديال هاد الناس من غادي يخدموا بجوج؟ غادي نلاحظوا ان النتائج اللي غادي يحققوا فهي اكبر من ثلاثه المرات، مضاعفه بثلاثه المرات على لو ريزولتا اللي غادي يحققوا كل واحد بوحده. يعني هاد الشراكه هادي غادي تخلي لو ريزولتا ديال كل واحد يتضاعف ثلاثه ديال المرات، وهذه هي المعنى ديال واحد زائد واحد كتساوي ثلاثه. دونك لي في دو سينيرجي سي كوا؟ سي سي ان افي كي ايسو دو رابروشمون دو دو زونتربريز كي ميت ان كومون لو ريسورس et qui font désormais une activité commune, ce qui permet de multiplier ou là, d'augmenter les résultats de façon plus importante aux résultats qu'auraient yani, réalisé chaque entreprise séparément. يعني كل انتربريز بوحدها، وهذا هو اللي كيتسمى ليفي دو سينيرجي. وخاصك تعقل السي مصطفى ان هذا ليفي دو سينيرجي راه هو لافونتاج ديال لا استراتيجي دان بارتيسيون، وهو اوسي يعني افونتاج ديال لا استراتيجي او ديال لو مود دو كرواسونس اكستر. سي بون. اذا رجعوا دابا لي زوبسيون استراتيجيك، لي زوبسيون استراتيجيك شنو هما الاسئله اللي كطرحوا؟ فالسؤال الشهير اللي كطرح في لي زوبسيون استراتيجيك، حدد لي لا استراتيجي ادوبتي. دابا ولا من الكلاسيكيات في الامتحان الوطني ما كيبقاش يعطيك هادشي، كيعطيك داكشي في لانكس، كيعطيك انكس، كيعطيك مثلا دي زيكزامبل تيغي من لو دوكيومون وكيقول لك شنو هي لا استراتيجي يعني كونسيرني افونتاج ولا ليميت، او كيعطيك مباشره سؤال في هاد لي كيسيون ديدونتيفيكاسيون اللي كنتكلم عليهم توجور، روبيري لا استراتيجي ادوبتي بار لونتربريز. C'est bon, ممكن يعطيك caractériser la stratégie adoptée par l'entreprise, relever là où les stratégies adoptées par l'entreprise X. C'est bon. اذا غادي ندير نعطيكم معلومات يعني بسيطه، لو مينيموم اللي خاصك تعرف على كل استراتيجي. استراتيجي دو سبيسياليزاسيون شنو هي؟ هي ان انتربريز عندها ان سول ميتيي، كتخدم في ميتيي واحد. سي بون. بعض المرات كيقول لك الا قال لك مباشره سؤال مباشر جبد لي لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، راه ممكن في الدوكيومون حتى شي حاجه ما مذكوره على حتى انديس ما كيقول لي راه هي استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، ولكن من قريتي لي دوكيومون فهمتي ان هاد الشركه راه ما خداماش في شي دومين اخر، ما خداماش في شي ميتي اخر. يعني سي تو تافي ليجيتيم تجي في لا كيسيون تكتب لهم استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، علاش المصحح ما غاديش يقبلها؟ لان استنتاج لا ينافي المنطق. يعني استنتاج لا ينافي المنطق، و سي تو افي اكسبتابل تقول لي مثلا لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون بناء على عدم اشتغال الشركه في اي مجال انتاجي اخر من غير المجال ديالها، ممكن دير استراتيجي دو سبيسياليزاسيون. مي
واخا في الحالات الاخرى الا كانوا هما كيتسناو منك كجواب دير استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، فخصك تحدد ليا اش من اوبسيون، لان الا رجعت لو كور كاينين بلوزيور اوبسيون، كاينه لا دوميناسيون بار لي كو، كاينه لا ديفيرونسياسيون، كاينه لا استراتيجي دو نيش اي دو كرينو، كاينه لا استراتيجي دو روسونتراج سي بون، وكاين لا استراتيجي دو ديزونجاجمون. إذن هادو كلهم دي بوسيبيليتي داخلين في لا سبيسياليزاسيون. لا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو غتلقى دي مو بحال مثلا غتلقى ليكونومي بحال ليكونومي ديشيل، غتلقى لونتربريز ان لوبجيكتيف استراتيجيك ديالها هي تخفض التكاليف ديال الانتاج. اذا الا كان لوبجيكتيف برينسيبال ديال لا استراتيجي، حنا خدامين في ميتي واحد ولوبجيكتيف ديالنا هو اننا نقصوا التكاليف ديال الانتاج، وهاد النقصان ديال التكاليف ديال الانتاج جات من واحد الزياده في كميه ديال الانتاج، فهادو دلائل كافيه كتبين لك ان لونتربريز دايره لا دوميناسيون بار لي كو. كانت لونتربريز مثلا بالو ليك دي مو بحال مثلا لينوفاسيون، مثلا لونتربريز شيرش ا يعني ا ديفلوبي ان برودوي اللي هو ديفيرون، ان برودوي اللي هو عنده دي زافونتاج كومبيتيتيف اللي ما كاينينش في السوق، او دي زافونتاج كونكورونسيال كيعطيهم لي كليونتيل ما كاينينش في السوق. يعني ما كاينش ان يعني ماشي ان برودوي ستاندار، ان برودوي اوتنتيك بارابور ا لا كونكورونس. اذا ليش شتي هاد لي مو جو ديري انوفاسيون ديفيرونسياسيون اكسترا، فعرف هادو سيت اون استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. تكتب ليهم استراتيجي دو سبيسياليزاسيون بين قوسين de différenciation. Au lieu de dire garde spécialisation, on va chercher une stratégie de différenciation. Attends, au tableau. كما قلت لكم هاد المؤشرات اللي كنقول لك، ماشي كنقول لك فقط السيناريو ديال السؤال المباشر، كذلك لانكس لقيتي شي حاجه من هادشي اللي قلت لك دابا، سواء في لا دومينياسيون بار لي كو ولا في لا ديفيرونسياسيون، انوفاسيون، برودوي ديفيرون، برودوي بيرسوناليزي اكسترا اكسترا. دونك هنا عرف راه سيت اون استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. الاستراتيجي دو ديزونجاجمون بانت ليك لونتربريز مثلا، يعني هنا علاش كنهضروا على اون اونتربريز ديجا دايره لا ديفيرسيفيكاسيون، ولكن رجعات سميتو حيدات سميتو حيدات دي ميتي كانت فيهم و سي بون، حيدات كذا نقصت لي ميتي، يعني رجعت لو ميتي ديالها اكتويال، فهذه كتبان من طبيعه الحال سيت اون استراتيجي دو ديزونجاجمون. مثلا نعطيك مثال باش تفهم، مثلا لونتربريز كانت في واحد الدومين ولا واحد الميتي، و لا ديريكسيون دو لونتربريز خدات قرار انها تخرج منه، سي بون، اذا هذه ديزونجاجمون. الا كان القرار انها تخرج من داك لو ميتي وترجع فقط لو ميتي ديال دو باز ديالها، يعني النشاط الاولي ديالها النشاط الام، فهذه روسونتراج. الفرق ما بين ديزونجاجمون وغوسونتراج، ان ديزونجاجمون كيقولوا لي خرجت من واحد الميتي فقط، ولكن ما كيعطوكش اون سبيسيفيكاسيون انها رجعت لو ميتي الاول ديالها دو باز. فالا كان دوك داك الجمله اللي كيعطيك هكا كنفهموا منها غير هاد الشيء، فهادي ديزونجاجمون. بالك انت في سميتو في لا فراز اللي عطاوك ان لونتربريز خدات هاد لا ديسيزيون باش ترجع لو ميتي دو باز وتشتغل فقط في لو ميتي دو باز، سي بون اللي هو لو روتور او ميتي دو باز، فهاد الحاله خصك تكتب ليهم روسونتراج. لا ديفيرسيفيكاسيون بطبيعه الحال، لا ديفيرسيفيكاسيون استراتيجي ديفيرسيفيكاسيون بين كتبان لك الشركه بحال الاخطبوط عندها ادوار في مجموعه من لي ميتي، فهذه باينه سيت اون استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون. ولكن ما تنساش من تكون تراجع ضروري تعقل على افونتاج، على الاقل افونتاج ولا دو زافونتاج ديال كل استراتيجي، باش لعطوك داك لانكس فيه لي زافونتاج اي فيه لي ليميت تجاوب يعني ترونكيلمون. لا استراتيجي ديفيرسيفيكاسيون سهله، وقري فاش كيحددوا لك كيقولوا لك اش من موداليتي، واش ديفيرسيفيكاسيون دو كونفورتمون ولا دو ديبلويمون ولا دو كرواسونس، قليل قليل بزاف فاش سميتو فاش كيقولوا لك حدد لو تيب. دونك با دو سوسي، غتكتب لي استراتيجي ديفيرسيفيكاسيون كيما قلت لك، حفظ واحد لافونتاج ولا جوج ديال هاد لا استراتيجي. نمشيو لا استراتيجي دامبارتيسيون. لا استراتيجي دامبارتيسيون مفضوحه باينه، علاش؟ لان عندها بليزيوغ اوبسيون، وكل اوبسيون تلمون معروفه غادي تبين لك الشركه واش دايره ان بارتيسيون ولا لا. شنو هي لان بارتيسيون؟ هي من الشركه الاستراتيجيه ديالها هي التعاون مع شركات اخرى، دير علاقات ديال شراكه وعلاقات تعاون
مع شركات أخرى اللي يعني اللي بلوغ أهداف مشتركة، مثلا لا سو تريتونس. لا سو تريتونس أشنا مثلا أنا كننتج والقابلية ديال الإنتاج ديالي يعني غير كافية باش نرد على الطلبات المتزايدة ديال الزبناء، كنمشي كنقلب على واحد شخص كيجي يعاونني في الإنتاج، كنعطيه جزء من الإنتاج ديالي يصايبو هو. سي بون، هنا طلبا للسرعة، والهدف ديالي هو نخفف العبء على سميتو على الوسائل الإنتاج ديالي. إذا هذه سي اون سوتريتونس، اي سي اون سوتريتونس بيان سور دو كاباسيتي. ممكن يكون الهدف ديالي هو مثلا واحد البارتي، واحد الجزء من المنتوج ديالي ما كنصنعوش انا، او جاتني كوموند ديال الكليون المعايير ديالو عاليه جدا وباغي معايير ديال الجوده، هو سي ان كليون امبورطون ما بغيش انا نضيعو، كنمشي عند هاد السو تريتون، هاد الشركه شركه متخصصه، كنقول لها مثلا صايب لي لي باتري، انا كنصايب لي بي سي مي بغيت هذوك لي باتري دو تري تري غران كاليتي، كنمشي عند هاد الشركه كنقول لها تخصصي في لي باتري، قدي لي لي باتري. سي اون سو تريتونس دو سبيسياليتي. سي بون، اذا انا عطيتكم دو زيكزومبل باش تعرفوا لا هاد لا سو تريتونس راه داخله في لا استراتيجي دان بارتيسيون. من طبيعه الحال كاينه لا فرانشيز. لا فرانشيز مثلا هي لونتربريز او عقد الامتياز، انا تعطي امتياز لشركه اخرى بموجب عقد بيان سور. هذا الامتياز شنو هو؟ انها تعطيها الاسم التجاري ديالها تشتغل به، تعطي واحد المساعده تقنيه وتجاريه مقابل دي غودوفونس. داك السيد غادي يدير واحد الوحده انتاجيه او واحد الوحده صناعيه أو واحد الوحده تجاريه بالاسم اللي عطيته ليه، اللي عطيته الامتياز انه يستعمله. سي بون، وسميتو هو كيعطيني دي غودوف بحال كيما كدير زارا، كيما كدير سيليو، كيما كدير ماكدونالدز. فمثلا انت ملي كتشوف مثلا ان ريستو ماكدونالدز، فطبيعة الحال هذاك سي ان اكسبلواتون ماروكان مثلا هو اللي دار داك ماكدونالدز، معايير ديال ماكدونالدز. سي بون، غير ماكدونالدز بايع عليه، ماشي بايع عليه سميه، ولا عطيه ترخيص انه يستعمل الاسم ديالو مقابل واحد النسبه ديال الارباح اللي كيتقاسمها معاه. فهذا سي ان كونترا دو فرانشيز وشكل من اشكال التعاون ما بين الشركات. سي بون، دونك هو داخل في لا استراتيجي دامبارتيسيون. شنو كاين تاني؟ كاين الكونترا دو كونسيسيون. شنو هو الكونسيسيون؟ هو ان واحد الشركه تعطي شركه اخرى امتياز انها توزع المنتوجات ديالها في واحد المنطقه معين، واحد المنطقه جغرافيه معينه، يكون عندها حق الامتياز يعني الحصري، انها تكون الموزع الوحيد للمنتوج ديالها في واحد المنطقه جغرافيه معينه. اذا حتى هذا نوع من انواع ديال التعاون ما كيخص الانتاج كما شفتوا بحال الحاله ديال لا سو تريتونس، ما كيخص مثلا يعني المسائل التجاريه بحال الاسم التجاري بحال لا فرانشيز، وانما كيخص هذا الماغا توزيع لا ديستري لا ديستريبيسيون. اذا حتى هو داخل في لا استراتيجي دان بارتيسيون. لا سيسيون دو ليسونس هي انني عندي اختراع، براءه اختراع مثلا تكنولوجيا حديثه اكسترا، كنعطيك الترخيص انك تستعملها لواحد المده معينه، عقد ما بين شركتين، شركه كتعطي الامتياز لشركه اخرى انها تستعمل التكنولوجيا ديالها الاختراع ديالها لمده معينه مقابل ربح مادي. فهذا شكل من اشكال التعاون ايضا اللي كاينين ما بين الشركات. اذا سي اون استراتيجي دو كونسيسيون، و سي ان كونترا دو كونسيسيون اللي داخل في الاستراتيجي دان بارتيسيون. جوانت فونتور او لا فيليال كومون، شنو هي جوانت فونتور؟ هي جوج شركات كيأسسوا شركه اخرى، كل وحده كتبقى محافظه على الاستقلاليه القانونيه ديالها. اشنو كيديروا؟ كيديروا واحد التعاون وكيديروا شركه جديده، الهدف منها هو التطوير ديال النشاط الاقتصادي ديالهم بجوج. سي بون، وكتكون وكيكون راس مال غالبا 50% 50%، انت كتجيب 50% وانا كنجيب 50%. نعطيكم مثال، ما بين رونو وما بين نيسان، نيسان ورونو داو واحد الشركه ديال صناعه السيارات في اواس كاليانتس في المكسيك، هذه مدينه اسبانيه في المكسيك، باش يصنعوا جيل جديد من السيارات يكون ديستيني للسوق اللاتيني. سي بون، وداو ديك الشركه كما قلت لكم في هذه المدينه اللي سميتها اواس كاليانتس، 50% جابتها ديال راس مال جابتها نيسان، و 50% ديال راس مال جابتها يعني رونو، وهذه كتسمى ان كونترا دو جوانت دو جوانت فونتور. سي بون، اشنو باقي لينا في لا استراتيجي دان بارتيسيون؟ باقي لينا لو غروبمون دانتيغي ايكونوميك.
شنو هو لو غروبمون دانتيغي ايكونومي، تجمع المصالح الاقتصاديه شنو هو؟ هو ملي كيقوم مجموعه من الشركات كيديروا واحد لا ستركتور كومون، كيديروا واحد البنيه، ممكن تكون شركه، ممكن تكون مختبر، ممكن تكون سونترال داشا، ممكن تكون المهم كيديروا واحد البنيه، ممكن تكون تجاريه صناعيه الى غير ذلك. والهدف منها هو التطوير ديال الانتاجات، التطوير ديال الانتاج ديالنا. نعطيكم مثال باش تفهموا، الا خدينا ايجابيل الشركه اللي كتصنع الشوكولا مع ميشوك اللي كتنتج الحلويات لي بونبون اكسيتيرا، اي ماغريب اندستري اللي هي اصلا اون انتربريز ديفيرسيفيه كدير بزاف ديال لي زاكتيفيتي. شنو داو هاد الثلاثه؟ داو ما يسمى ان كونسورتيوم ديكسبورتاسيون. شنو هو لو كونسورتيوم ديكسبورتاسيون؟ هو عباره عن ماشي مكتب، وانما بنيه داوها الهدف منها هو تسهيل التصدير ديال المنتوجات ديالهم على برا، خصوصا للسوق الوسطاء، على الموزعين اللي غادي يسوقوا مثلا المنتوج ديالك في الاسواق الاوروبيه والامريكيه، وغادي من طبيعه الحال اللي غادي يسهل الولوج ديال السلعه ديالك لهاد الاسواق هادو الاجنبيه. فمن طبيعه الحال ماركات اخرى عندها نفس كذا نفس الهدف باش يسميتو باش يحققوا الغايه ديالهم اللي هي الاكسبورتاسيون. سي بون، هادشي اللي داو هاد ثلاثه الشركات، داو كونسورتيوم ديكسبورتاسيون سموه يونايت تيم. ومن طبيعه الحال من بين الحسنات ديال هاد الشراكه هادي، لا لاحظتوا استراتيجي دان بارتيسيون، هما انهم استطاعوا يغزيو الاسواق الاوروبيه والاسواق الامريكيه بسرعه وباقل تكلفه ممكنه. اذا هادو هما هذه هي لا استراتيجي دان بارتيسيون. حاولت نختصر لكم لو ماكسيموم بوسيبل، يعني باش تكون عندكم اون ايدي، باش لا قريتي داك لانكس تعرف اش من استراتيجي دو كوا ساجيتي. وممكن غير انطلاقا من هاد اللايف هذا اللي داير تعرف شنو هما لي زافونتاج ولي زانكونفينيون، ولا ما تحتاج انك تحفظ. سي بون، نمشيو ايضا لا استراتيجي دانتيغراسيون. اشنو هي لا استراتيجي دانتيغراسيون؟ ماشي هي علاقه شراكه ما بين شركات، وان علاقه اندماج قانوني. كيفاش علاقة اندماج قانوني؟ يعني شركة تتحد بشركة أخرى بصفة قانونية، فتصبح أحدهما جزء من الأخرى، أو كلاهما يختفيان وكيولوا أش كل جديد. أعطيكم مثال، أنتم عارفين هادشي في لا ريفيزيون ديالكم، عارفين لا فيزيون ابسوربسيون اكسيتيرا. لا فيزيون جوج شركات كيتوحدوا كيعطونا شركة واحدة جديدة باسم جديد. لا فيزيون ابسوربسيون جوج شركات كيتوحدوا، وحدة كتمشي كتغبر كتختفي قانونيا ما كتبقاش، كتصفى وكتبقى شركة واحدة هي اللي كتبقى محافظة على الاسم ديالها في السوق. عندنا سميتو، عندنا كذلك لا سيسيون. اشنا لا سيسيون؟ هذا العكس، شركة واحدة كتفرق على جوج، كتعطينا جوج شركات بحال الشركة الأمريكية بارل، تفرقات على جوج، وكل شركة كتخصص مثلا في ميتيي. إلا كانت ديفيرسيفيكاسيون، مثلا واحدة تخصص في المجال الفندقي والأخرى مشات تخصصت في المجال ديال الأبناك والمعاملات البنكية، وفي الأصل هما كانوا شركة واحدة، هذيك تسمى لا سيسيون، الانشطار. كاين لابور بارسيال داكتيف، الشركه كتعطي جزء من كذا، جزء من راس المال ديالها لشركه اخرى. شنو النتيجه ديال هذا الشيء؟ الحجم ديال الشركه المستفيده من دوك الممتلكات ديال الشركه اخرى كيتزاد، وديك الشركه كتستافد في المقابل من اسهم من شركه اخرى في ديك الشركه اللي عطات. دونك هذا كيتسمى لابور بارسيال داكتيف. اذا لا فيزيون ابسوربسيون، لا سيسيون ولا بور بارسيال داكتيف، هادو كلهم داخلين في لا استراتيجي دانتيغراسيون. استراتيجي دانتيغراسيون هو واحد الاتحاد بين مجموعه من الشركات، اتحاد من شأنه ان احد الشركات المعنيه بهذا العقد هذا او هذا الاتفاق هذا كتفقد يعني الاستقلاليه القانونيه ديالها، وكتولي داخله في علاقه تبعيه مع ديك الشركه اللي عندها راس مال اكثر، او شراتها، او بشكل من الاشكال ساهمت في راس المال ديالها بواحد الشكل كبير. كاين لا بريز دو بارتيسيباسيون هي ان شركه تشري تقريبا قل من 50% من الاسهم ديال شركه اخرى. الا مشيتي تشريتي 50% ديال الاسهم وما فوق فراس مال شركه اخرى، فهذه كتسمى لا بريز دو كونترول. وعقلوا عليها، اما سموها لا بريز دو كونترول، ممكن مثلا يجبد لك من نص الشركه اكس الى اكيير مثلا هاد لونتربريز
il a acquis 51,5% du capital de la société Flania. Achemin stratégie, a dit. Adgouli stratégie d'intégration. Achemin modalité. Adgouli prise de contrôle. Ou t'as l'avantage, ou t'as les limites. Il est réellement ce qui goulik la stratégie adoptée ou qui goulik la modalité. C'est bon? مثلا شركة شرات شركة أخرى وديك الشركة اختفت ما بقاتش هتكتب لي هنا استراتيجي دانتيغراسيون لا موداليتي فيزيون فيزيون ابسوربسيون سي بون بان لك جوج الأسماء ديال الشركات اختفوا بجوج وعطاو شركة جديدة باسم آخر تكتب لي استراتيجي دانتيغراسيون فيزيون بان لك الشركة عطات جزء من رأس المال ديالها أو من الممتلكات ديالها من الممتلكات ديالها لشركة أخرى سي بون مثلا نعطيكم مثال مثلا واحد دي ماشين اعطتهم لشركه اخرى او اعطتها مثلا دي جو سي با ان كابيتال فينانسي اللي هو امبورطون او اوزين فوتاتها للشركه الاخرى باش هي تستغلها وتولي الملك الجديد ديالها اذا هذاك يتسمى ابور بارسيال داكتيف بان لك عندنا شركه وحده كانت كذا وعطاتنا جوج شركات فهذيك تكتب لهم حتى هي استراتيجي دانتيغراسيون وكتسمى سيستيم في لا موداليتي هادو بالنسبه هاد لي موداليتي اللي ذكرنا كيتسماو لي موداليتي جوريديك كيتسماو لي موداليتي جوريديك مي كاينين بعض المرات كيعطوكم لي موداليتي فينانسيير لي موداليتي فينانسيير هما شكل من اشكال تحكم شركه في شركات اخرى اعتمادا على التدخل والتدخل غادي كيكون عن طريق سوق الماليه كاين لو بي ا كاين لو بي في كاين لو بي او وكاين الغماساج بورسي لو بي ا لو بي في لو بي او والغماساج بورسي لو بي ا هي من شركه كتعلن على النوايا ديالها في السوق الماليه انها تشري بصفه علنيه راس مال جزء من راس مال شركه ما كتلونسي هاد لوبيراسيون ديال لاشا وكتشري الاسهم ديال الشركه اللي بغات سي بون من طبيعه الحال ديك الشركه اللي تشاو من عندها الاسهم كتستافد من الاموال وهاد الشركه من طبيعه الحال كتستافد من الاسهم ومن طبيعه الحال والنتائج القانونيه ديال شراء الاسهم التدخل في تدبير الاداره ديال الشركه وكذلك لي ديفيدوند في نهايه كل سنه من طبيعه الحال الا كانوا دي تيتر دو بارتيسيباسيون غالبا كيكونوا دي الشراء ديال الاسهم كيكون بديك النيه ديال لا بارتيسيباسيون لو بي في سي بون هي ان شركه تعرض الاسهم ديالها للبيع في سوق الماليه بصفه علنيه سي بون وديك الساعه كيجيو شركات كيشوفوا من عندها الاسهم ولكن هنا باش كنعرف او بي او او بي في الا كانت الشركه هي اللي كتعرض الاسهم ديالها للبيع فهذه او بي في الا كانت شركات اخرى هي اللي كتعرض على الشركه اللي خدامين عليها انها سميتو انهم يشوفوا من عندها الاسهم فهذه كتسمى او بي ا عندنا ايضا شنو باقي لينا في هذا الدرس في لانتيغراسيون جمعت لكم لا كرواسونس و الاستراتيجي دانتيغراسيون لان سي اون سول اونيتي باقي لينا لو بي او شنو هي لو بي او هي كي وقع واحد تبادل مثلا انا نعطيك الاسهم ديالي في واحد في الشركه ا وانت تعطيني مقابل الاسهم ديالك في الشركه بي او لي زوبليغاسيون اما نتبادلوا لي زوبليغاسيون اما نتبادلوا لي زاكسيون اما نتبادلوا لي زاكسيون كونتر لي زوبليغاسيون سي بون واخا هادي سي اولترا را المهم كيكون ان ايشونج تعطيني الاسهم ديالك في ديك الشركه اللي بغيت انا ندخل راس المال ديالها وانت كدير في المقابل ولكن ممكن يكون لي شونج يكون ني با ما يكون ما كيكونش دائما تساوي انا اعطيك انا مثلا غير 10 الاسهم في الشركه ديالي ولكن انت غادي تعطيني سي بون تعطيني مثلا 40 سهم لان الاسهم ديال الشركه ديالي عاليين الثمن ديالهم عالي على الشركه الاخرى في السوق الغماساج بورسي شنو هي الغماساج بورسي الغماساج بورسي غادي نشرحه لكم بطريقه سهله هو كيجي مستثمر كيبقى يشري الاسهم ديال واحد الشركه بشويه بشويه بواحد الطريقه ما كيعيقش ما كيبينش النوايا ديالو وحتى الشركه ما كت لان شركه الكابيتال ديالها مفتوح للجميع مفتوح للعموم اي واحد ممكن يشري فمن طبيعه الحال راه واحد شرا كيلكو زاكسيون سي بون راه نو با سانتيريسي لهاد الاكسيونير هذا كيبقى يشري بشويه 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 ممكن يعيط على دوك لي زاكسيونير ويقنعهم ويقعد معاهم في القهوه اكسترا كذا ويجي ويشري من عندهم الاسهم حتى كيوصل
حتى كيوصل بهذه الطريقه هذه 25%. فالقانون كيقول لك الا وصلتي 25% من راس المال ديال الشركه فهذيك الساعه ما بقيتيش خصك دير اماساج بورسي، خصك دير اوبيا، يعني تعلن على النوايا ديالك لانك وليتي ان اكسيونير مؤثر في الحياه ديال الشركه وفي مجلس الاداره، ولا عندك واحد التاثير اللي هو مهم. سي بون، ديك الساعه الا بغيتي تشري من فوق 25% ديال الاسهم فهذاك الشيء خصو يكون في لوبيا. اما الا كنتي كتشري دو مانيير ديسكريت اي دو مانيير ريغولير لي زاكسيون بوتي ا بوتي، هذه كتسمى الغماساج بورسي. الا لقيتي شي حاجه من هذا الشيء اللي شرحت لكم دابا فهذه استراتيجي دانتيغراسيون. سي بون، وهذا الشيء كامل داخل في الكرواسونس اكسترن. سي بون، اللي غادي نشير ليه ايضا من بعد. عندنا باقي لينا لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون باينه، راه الجغرافيا غادي تبين لك واش هاد لونتربريز دايره استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون ولا لا. سي بون، وخاصي مصطفى هادشي اللي غادي نشوفو. دونك الا كانوا عندك دي كيسيون بريسيز على لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون مرحبا. دونك شنو هي لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون؟ هي من كتقوم شركه بسميتو بانتاج المنتجات ديالها او فقط التسويق ديال المنتجات ديالها خارج التراب ديال البلاصه او ديال البلد فاش كاين لو سياج. كنقولو سياج يعني المقر الرئيسي ديالها. يعني هي تبيع المنتوجات ديالها خارج الحدود ديال البلد اين يتواجد المقر. مثلا شركه عندها لو سياج السوسيال ديالها في المغرب فهي شركه مغربيه. من كتصدر المنتوجات ديالها او كتبيع المنتوجات ديالها في مناطق جغرافيه اخرى فهذه كتسمى استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. ولكن كاين بزاف ديال الانواع باش ممكن دار هاد لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. ممكن دار بالاكسبورتاسيون، الاكسبورتاسيون باينه يعني مصدر المنتوجات ديالي، والاكسبورتاسيون فيها الاكسبورتاسيون ديريكت، فيها الاكسبورتاسيون انديريكت، وفيها الاكسبورتاسيون اسوسي. يعني كاينين انواع ديال l'exportation. Pardon. Un appel téléphonique. Donc, on continue. L'exportation fait un peu de temps. Direct. C'est bon. Direct, on a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que على المعرفه ديالك بداك السوق، وانت اللي كتمشي تدي السلعه تاع ديك الدوله اللي بغيتي تبيع فيها المنتوج ديالك وكتكلف بالتوزيع ديالها. الا كنتي غادي تعتمد على موزع كاين تما، انت غير كتصيفط ليه السلعه هو اللي كتكلف بالتوزيع ديالها وسميتو الشؤون ديال التوزيع بصفه عامه، فلا اعتمدتي على ان انترميديير، هذه كتسمى اكسبورتاسيون انديريكت. كاين الاكسبورتاسيون اسوسي، هي انك تعاون مع شركات اخرى باش تصدروا المنتوجات ديالكم وكتقسموا التكلفه. هنا كتدخل لا استراتيجي دان بارتيسيون و دان انترناسيوناليزاسيون في نفس الوقت. ممكن انت في الامتحان الوطني تقول لي ان الشركه كدير بلوزيور استراتيجي اون ميم طون. ممكن دير ديفيرسيفيكاسيون، دير ديفيرسيفيكاسيون، ممكن دير انتغراسيون، وممكن دير امبارتيسيون و انترناسيوناليزاسيون، هادو كاملين في نفس الوقت. غير عاوتاني ما نقولش دي بيتيز، ندير دي استراتيجي اللي هما كونتراديكتوار. مثلا كنقول دي استراتيجي دو سبيسياليزاسيون و ديفيرسيفيكاسيون، ما يمكنش، لان ديفيرسيفيكاسيون ضد سبيسياليزاسيون. اذا يفو يعني شيرشي عاوتاني لا لوجيك. وهادشي بناء على لي دوني اللي عندكم، وفي الامتحان الوطني راه كيسهلوا المأمورية بدوك لي زانيكس. يعني انت حاول غير تفهم هاد لي زانديس اللي قلت لك دابا باش تحدد لا استراتيجي دو مانيير اللي هي افيكاس. وبناء في ضوء هاد الشرح هذا ممكن يبانوا لك شي حوايج، ومنها يعني كما قلت لكم تكتشف لافونتاج الى ليميت بلا ما تحتاج انك تحفظ الى موداليتي اوسي. هادشي بالنسبه للاكسبورتاسيون. ممكن الشركه دير ليكسبورتاسيون بما يسمى لي كونطرا افيك دوطخ اونتربريز، بحال هاد لي كونطرا ممكن دير فرانشيز. سي بون، فرانشيز ولكن مع يعني شركه اجنبيه، اذا هادي ان بارتيسيون وي، ولكن اون ميم طون سي اون استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. كاين لو بيغي باك ولا لو بورتاج، عندكم في الدرس لو بورتاج هو انني oui, les réseaux de distribution internationales comme franchise et concession. Oui, Mustafa, d'abord, je vais vous dire.
شتي داكشي اللي قلت لك في لا استراتيجي، قبيله هضرنا على ماكدونالدز اكسترا اكسترا، ماكدونالدز داير استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون، استراتيجي دامبارتيسيون اون ميم طون. دونك مي كدير انت دي كونترا دو فرانشيز، دي كونترا دو كونسيسيون مع دي زاكتور انترناسيونال، فهذه استراتيجي يعني استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. اذا الجغرافيا كيبان لك بليزيور بيي مذكورين في دوكيومون، بليزيور زونتربريز يعني دون دوطخ تيريتوار يعني ناسيونو، اذا هذه راه كتبان سيت اون استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. لو ريزو دو ديستريبيسيون على ليترونجي فيه جوج الانواع. لو ريزو كدير شبكه ديال التوزيع ديالك في المنتوجات ديالك، اما بالانتاج اما فقط بالتسويق. كيفاش ممكن تجي تبني اوزين؟ اوزين بنيتيه مثلا في لافرنس، انت فوزيت اون انتربريز ماروكان، سي بون. اذا هذا اش كيتسمى؟ هذا كيتسمى لانفستيسمون ديريكت. ممكن دير عفوا دير لانترناسيوناليزاسيون بلانفستيسمون ديريكت، تستثمر فلوسك، اما دير وزين تما مثلا في فرنسا، او دير مثلا محل تجاري بوتيك. هذا اش كيتسمى؟ لانفستيسمون ديريكت على ليترونجي. لو ريزو دو ديستريبيسيون على ليترونجي هو انك تعتمد على مجموعه من الموزعين، يعني انت ما كتستثمرش، غير كتعامل مع هاد الموزعين، كدير معاهم عقود باش هما يوزعوا السلعه ديالك في ليترونجي. بحال اش مثلا؟ بهذا الشيء اللي قلنا، لي كونترا دو كونسيسيون سي بون، بدي كونترا دو فرانشيز سي بون، بدي كونترا مثلا جو سي با دو بيجي باك، هاد لو بورتاج هذا. دونك هادي كتسمى ريزو دو ديستريبيسيون على ليترونجي، كدير عقود مع موزعين، مع ممثلين تجاريين، مع مسوقين اجنبيين، باش هما يتكلفوا بالسلعه ديالك ويوزعوها ويتكلفوا بالمسائل القانونيه وكذلك الاداريه باش توزع السلعه ديالك، وكذلك التجاريه في احسن الظروف، بلا ما تمشي تما وتستثمر فلوسك. الا مشيتي انت تما واستثمرتي فلوسك، درتي بنيتي بوتيك مثلا او بنيتي اوزين، فهذاك تسمى لانفستيسمون ديريكت على ليترونجي. دونك شحال من موداليتي عندي هنا؟ عندي موداليتي ديال ليكسبورتاسيون اللي قلنا فيها ثلاثه، عندي الموداليتي ديال لانفستيسمون ديريكت على ليترونجي، اما بلا برودكسيون، اما اون كريون دي ستركتور دو برودكسيون لابا على ليترونجي، اما اون كريون دي ستركتور دو فوالا دو كوميرسياليزاسيون، مثلا دي سيكورسال، دي كما قلت لكم ممكن يكونوا دي بوتيك، ممكن يكونوا فوالا دي بيرو ديكسبور امبور اكسترا اكسترا. دونك او لو ريزو دو ديستريبيسيون على ليترونجي، دير دي كونترا مع دي ديستريبيتور اترونجي، يعني pour que vous puissiez يعني acheminer يعني votre production au marché les moins visés et ciblés par l'entreprise. Et donc, il y a la stratégie d'international, il y a exportation, il y a réseau de distribution à l'étranger, il y a l'investissement direct à l'étranger, à donc les modalités les kainin. Achi بالنسبه للدرس ديال les options stratégiques. C'est bon, نتمنى تكون هذه المسائل واضحه. La croissance interne. نمشيو للدرس ديال la croissance nichée. دونك الدرس ديال لا كروسونس، الاسئله شنو هما اللي كيطرحوا اللي كيخصوا هذا الدرس؟ دوس يعني الاسئله الشهيره، كيقول لك غولوفي لي زانديكاتور دو كروسونس كاليتاتيف اي كوانتيتاتيف، و تكون تبعوا معايا مزيان. بالنسبه لي زانديكاتور دو كروسونس كاليتاتيف اي كوانتيتاتيف، بزاف ديال الناس كيديروا واحد الخطا، كيمشي للدوكيمون كيبان ليه شي شيفر كيكتبوا كيقول لك انديكاتور كوانتيتاتيف. ملي كنقول لك انديكاتور كوانتيتاتيف دو كروسونس، خاصك تجيب لي مؤشر كمي كيبين لا كروسونس، كيبين واحد النمو. ماشي غادي نجي نقول لك نقول مثلا لونتربريز ا رياليزي ان شيفر دافير دو كذا كذا، لا، خاصك تقول يا لو شيفر دافير دو لونتربريز ا اوغمونتي دو 2% دو 3%. هذيك لوغمونتاسيون دو 3% دو 4% راه هي سميتو، راه هي كذا، راه هي لا كروسونس، راه هي لانديكاتور دو كروسونس. دونك لا جيت مثلا في لي زانديكاتور دو كروسونس، كتب بحال هكا اوغمونتاسيون دو شيفر دافير دو 2% ان 2019 بارابور ا 2018 مثلا. نجي نكتب اوغمونتاسيون ولا اكروسمون دو ريزولتا ديكسبلواتاسيون دو 3% بارابور ان سيت اني بارابور ا لاني بريسيدون. نجي مثلا نكتب اوغمونتاسيون دي بار دو مارشي دو اكس بورسون en 2018 par rapport à 2017. Hakka kifesh dir les indicateurs de croissance BH mon augmentation accroissement ay haja ktbin ala anna les résultats tahsnou. Idan hakka nkteb les indicateurs de croissance quantitatif. Binisba les indicateurs de croissance qualitatif,
فشنو هما لي زانديكاتور دو كروسونس كاليتاتيف؟ هما بحال قلتي نقط قوه عند الشركه وهما اللي كيخلوها تحقق نتائج ايجابيه، بحال مثلا الانوفاسيون، اختراع، الابتكار، فهذا نمو، ولكن ماشي نمو كمي وانما نمو اللي هو كاليتاتيف، سي بون، يعني نوعي ماشي كمي. تكتب الانوفاسيون كلمه واحده، الانوفاسيون، مثلا لا كاليتي دو ماناجمنت، سي بون، فهذه انديكاتور دو كروسونس اللي هو كاليتاتيف، سي بون. مثلا سميتو لا كاليتي دي برودوي كما قلت يا مصطفى، سي ان انديكاتور دو كروسونس اللي هو كاليتاتيف. نعطيكم مثال، مثلا كاينه اون دو بون ريلاسيون سوسيال او سان دو لونتربريز، سي بون، هذا كاركتر تاع هو انديكاتور دو كروسونس اللي هو كاليتاتيف. اذا كوانتيتاتيف بلغه الارقام، وتقول لي وتبين لي الزياده بالبورسنتاج ديالها او بلي بوان او مثلا بلو مونطون، حسبوا انت كاع مثلا ما عندكش بورسنتاج، حسب انت الطو دو فاريياسيون، فين كاين المشكل؟ شد لا فاريابل ديال هذا العام وقسمها على فاريابل ديال العام اللي فات، وقسمها على لا فاريابل ديال باردون، هادو هما لي زانسيدون ديال اللايف. دونك او سميتو اوقديغا او ملتيبلي باغ 100 وحط ليا لو ريزولتا. هادشي بالنسبه لي زانديكاتور دو كروسونس. السؤال الاخر اللي كيطيح في الامتحان الوطني كيقول لك حدد لي لو مود دو كروسونس، واش انترن ولا اكسترن. دابا ولاو كما قلت لكم ولات هاد لا تراديسيون كيديروا لينا لي زانيكس. دونك هنا باش تعرفوا واش مود دو كروسونس انترن ولا اكسترن. مود دو كروسونس انترن هو مشكل كبير جدا، راه ملي كنصححوا الامتحانات الوطنيه كاين خلط، كنلاحظوا ان كاين خلط ما بين كروسونس انترن اي اكسترن. شنو هو مود دو كروسونس انترن؟ هي لونتربريز كتحقق داك النمو بالموارد ديالها راسها، وهي اللي سميتو هي اللي كتوصل ديك النتيجه بالمجهود ديالها الفردي. فمثلا ملي كتجي كتقول لي لونتربريز مثلا حققت واحد الزياده في لو شيفر دافير، علاش؟ لان مثلا دارت دو نوفيل زوزين، بنات دو نوفيل زوزين، تم انشاء مصانع جديده، فهذه سي اون كروسونس. سي بون، لو في دو برودوير des actifs ou acquérir des actifs et produire des actifs, c'est un mode de croissance les voies internes. Ou l'entreprise d'ailleurs en partenariat avec d'autres entreprises ou là en achetant d'autres entreprises, c'est un mode de croissance externe. Mode de croissance interne, il y a que des choses bil mejhoud dialek fardi, c'est bon, bil mawarid dialek khassa, هذا هو اللي كيتسمى mode de croissance interne. نعطيكم مثال، l'entreprise création de deux nouvelles usines, création de matelas d'une boutique, c'est bon, enfin dit cadre, production d'un logiciel, l'entreprise jette un logiciel, lancement d'un nouveau produit, l'entreprise il y a lance avec le produit, faire des recherches, yani d'être des investissements en recherche et développement. إذن هذا سي اون كروسونس اللي هي انترن. إذن هاد المجهودات كاملين او هاد الانجازات كاملين دارتهم لونتربريز هي راسها، ماشي بشراكه مع شركات اخرى او عن طريق شراء دوك الشركات والاستفاده من المؤهلات ديالهم باش وصلت انا لهذه الدرجه، وانما بحر مالي بوسائل الخاص وبمجهودي الفردي. اذا هذه سي اون كروسونس انترن. يلا كروسونس انترن فيها دو موداليتي، عقل عليهم، كيقول لك في الامتحان حددهم. واش دارت هاد الانجازات؟ عن طريق شراء الممتلكات او عن طريق انتاج الممتلكات. كاينه لا برودكسيون داكتيف وكاينه لاكيزيسيون داكتيف. لاكيزيسيون داكتيف هي حققنا هذا النمو عن طريق شراء الممتلكات، شراء مصنع ما بنيناش حنا اللي شريناه، سي بون، شراء بوتيك، شراء اون مارك، علامه تجاريه، سي بون. اذا هذه كتسمى لا برودكسيون، عفوا، لاكيزيسيون داكتيف. الا كنت انت اللي نتجتي هذا الشيء وجا من الابداع ديالك، من الاختراع ديالك، من التصنيع ديالك، فهذا من طبيعه الحال هذا كيتسمى برودكسيون داكتيف. مثلا برودكسيون دان بروفي دان لوجيسيال، فابريكاسيون دون ماشين، يعني بار لونتربريز ما شراتهاش. اذا هذا اش كتكتب لهم؟ كتكتب لهم في لو مود دو كروسونس انترن، في لا موداليتي دو كروسونس برودكسيون داكتيف. إذا هكا الجواب،
mode, il a galik identifier les modes de croissance interne, externe. Il a galik identifier le mode de croissance et préciser sa modalité ou là, sa nature, ou là, sa modalité d'opte, que de la croissance interne, qui est une juge. Il y a acquisition d'actifs, il y a production d'actifs, ou que tu as un prétendu camion. La croissance externe, la croissance externe, c'est l'entreprise a fait des résultats, كميه نوعيه عن طريق جوج الحوايج تقارب مع شركات اخرى التقارب ممكن يكون عن طريق لامبارتيسيون لا استراتيجي لامبارتيسيون وي مصطفى كتعتمد على لو تيكست على لي دوكمون هادشي راه كامل لان هادشي شنو هما هادشي راه قرارات يعني احداث اتخذتهم واحد الشركه سي بون دونك حنا خدامين على واحد الشركه بناء على داكشي اللي دار يعني توجور هكا رجع لي دوكيومون غير واحد النصيحه ما تضيعوش الوقت في لا ليكتور دي دوكيومون تمشي للامتحان الوطني قال اسئله هما الاولين ما تمشيش ليا مع داك الطرح ديال لا خاصني سميتو خاصني نلقى لي دوكيومون هما الاولين لا تمشي تشرح لي كيسيون هما الاولين تفهم لي كيسيون اشنو طالب منك اكسترا عاده سيقرا لي دوكيومون ديك الساعه تلقى راسك بلا ما كتعلم على دي باساج في لي دوكيومون لان ديجا قريتي لي كيسيون هاد الطريقه كتسمح لك انك تعرف شنو مطلوب منك عاده تقرا لي دوكيومون من كتقرا لي دوكيومون كتبدا تعرف اوتوماتيكمون لي باساج اللي غادي تعتمد عليهم باش تجاوب وثاني حاجه اللي هي افونتاج اللي هو مهم كتخليك ما تعطيش لي ميم ريبونس لكثر من سؤال شحال واحد كتب في الامتحان الوطني كيكون خدام كيجاوب على السؤال حتى كيلقى واحد السؤال اخر هو اللي كيطلب داك الجواب اش كيصدق داك كيدير بلونكو ويضيع الوقت اكسترا دونك قرا الاسئله هما الاولين عاد ديك الساعه نجاوب سون بروبليم هادشي بالنسبه ل... يعني نصيحه منهجيه بالنسبه لطالب يعني عندك ساعتين او ثلاثه سوايع شنو هي ساعتين ولا ثلاثه سوايع ثلاثه سوايع بالنسبه للاس جي سي وساعتين بالنسبه للسيونس ايكوني وعندك دوسي دو دوسي سميتو سي يعني سي با سوفيزون فين كنا وصلنا في لا كرواسونس اكستيرن دونك لا كرواسونس اكستيرن كما قلت لكم هو انني كنحقق نتائج حقق داك النمو عن طريق اما التعاون مع شركات علاقات شراكه مع شركات كتسمع لي مو بارتناريا درنا فرانشيز درنا سو تريتونس درنا غروبمون دانتيغي ايكونومي درنا جوا دفونتور صافي هادي يقول لهم سميتو لا استراتيجي توجور رجعوا لي استراتيجي سي اون استراتيجي دان بارتيسيون لو مود دو كرواسونس اكسترن سي بون justifier votre entreprise car l'entreprise a engagé des relations de partenariat avec l'entreprise etc. C'est bon, il donne hada qui est le mode de croissance yani externe en tariq le volet partenariat en partition. Mumkin ykon en tariq l'intégration. Yani درنا fusion, درنا fusion absorption, yani شرينا شركات. شرينا رأس مال ديال شركات اخرى. C'est bon, من داكشي اللي شرحنا دابا اما بطريقه قانونيه او بطريقه ماليه. طريقه قانونيه عن طريق العمليه ديال لا بريز دو بارتيسيپاسيون لا فيوجن لا فيوجن ابسوربسيون لا بور بارسيال داكتيف كيما قلت لكم لا سيسيون او بطريقه ماليه عن طريق لو بي او لو بي في او لو بي او الغمساج بورسي اذا لا شفتي هذا كتقول لهم طبيعه الحال لو مود دو كرواسونس اكستر علاش لان لونتربريز ا راشتي دي زونتربريز ولا ا انجاجي دي كونطرا يعني دانتيغراسيون avec d'autres entreprises on a traité la justification à domaine qui t'ma les modes de croissance بالنسبه للي زافونتاج اي لي زانكونفينيو معاك تحطو بزاف دابا غادي نهضر عليهم مود دو كرواسونس اشنا هو لافونتاج لافونتاج ديال لو مود دو كرواسونس انتر هو ان لونتربريز سي بون يعني هاد لا كرواسونس انتر ملي كتستافد منه الشركه كينعكس ايجابا على لي سالاري يعني سا موتيف لي سالاري سا موتيف لي سالاري اذا هذا سي ان افونتاج عقلوا عليه دائما لا كرواسونس انتر قارن بلا موتيفاسيون دي سالاري اذا نكتب ليه في لافونتاج ديال لا كرواسونس انتر لا موتيفاسيون دي سالاري ممكن تقول لي لونتربريز سي بون لونتربريز يعني كتحافظ على داك لانديبوندونس ديالها الاستقلاليه ديالها ما كتكونش تابعه قانونيه لشركه اخرى وكتحقق دوك النمو ودوك النتائج بالقدرات ديالها الخاصه اذا هذا شنو هو لافونتاج سي لانديبوندونس دو لونتربريز
Mais quand je dis que le risque de dépendance, qu'il y a l'indépendance. Oui, la motivation du personnel par la promotion, par l'augmentation des salaires à Simstafa, mais qui n'est la promotion. Moi, qui dit augmentation de salaire, moi, qui dit qu'il promotion, on va les nommer, il y a des postes de responsabilité supérieure. Les chaque fois que la croissance réalisée, ou que la wahed, à l'heure du jeu, dialogue, le mohila dialogue, on t'a bien fait un modèle islam dialogue, t'as comme les avantages, les tacles, le mode de croissance, la motivation des salariés par promotion ou autre, ou il y a satisfait yani le souci d'indépendance ou l'objectif d'indépendance de l'entreprise. Bénisbal les inconvénients. Atallah les inconvénients, bénisbal la croissance interne. La croissance, quel risque d'endettement? L'entreprise, ممكن حقق ديال الكواسونس عن طريق مجموعة من القروض ومجموعة من الديون. سي بون، إذا بالمساوئ ديالو المديونية، تضخم المديونية ديال الشركة، إذا كتب ريسك دونديتمون. ما عرفتيش قول لها ريسك دوغمونتاسيون دي ديت ولا داكروسمون دي ديت. تعبير سامبل، راه المصحح ما كيقولش يكتب لي بواحد اللغة اللي هي ترو كوريكت، ولكن وصل لي ليدي راه غادي يعطيك النقطة ديالك. Comme je l'ai dit, quel est le risque d'endettement, quel est le risque d'échec à l'entreprise, quel est le risque d'éparpillement des ressources. Attends, les risques, le risque d'endettement, quel est l'inconvénient, les délais d'apprentissage sont trop longs. Qui fait que les délais d'apprentissage sont trop longs. Tout le monde a oublié les objectifs, la croissance, les raisons qui poussent les entreprises à chercher la croissance interne, c'est augmenter leur savoir-faire, c'est maîtriser de nouvelles, maîtriser par exemple une technologie de pointe. L'entreprise, maintenant, dit le portefeuille, les savoirs, d'autres savoirs. Donc, on a mis que dire maintenant croissance interne, surtout mais que tu stats ma flux, il faut un domaine jdid, on t'a bouché de comment on a écrit, bah, ok, bah, faut me toujours immédiatement, radis qu'on rentable, radis hakar des résultats, les mois positifs, on a ce qu'on a le mot d'a, bêche, t'allem. Quelqu'un. Désolé, j'ai reçu un appel téléphonique dès que je suis à live. Les inconvénients de la croissance interne. Je suis d'abord externe. Les avantages et les inconvénients. Je nomme les avantages de la croissance externe. Les avantages, l'axe de la dictature, les délais d'apprentissage sont trop courts. Alors, je suis à l'aune, qui est une tribrate, ma bine chéricate, mais c'est un cas de cadic chéricate. كتعاون ديك الشركه الاخرى كتنقل لها الخبرات ديالها المعارف ديالها سكيفي فوز ات ايمدياتمون اوبيراسيونيل اي نيا با ترو دو ديفيكولتي كاينه ديك لاسيستونس ديك المساعده لاسيستونس ماناجيريال يل بارطاج باغ اكزومبل دي سيكري دو فابريكاسيون يعني كي بوف يعني بوستي يعني لي ريزولتا اي رياليزي يعني دي اكسبلوا سور لي مارشي دو مانيير لي رابيد اي دو مانيير لي افيكاس دونك هذا هو لافونتاج ديال لا كرواسونس externe. Ou même si je veux davantage, je crois que la coopération, le travail entre les entreprises, ou les qui font que l'entreprise a les compétences qu'elle a, les connaissances qu'elle a, etc. Oui, Mustapha, l'effet de synergie. C'est bon, ça a les avantages, la réalisation d'économies d'échelle. C'est bon, il y a des avantages les moins possibles. بالنسبه للانكونفينيون ديال لا كروسونس اكستر ضد ديال داكشي اللي كنا قلنا دابا راه لي زافونتاج ديال لا كروسونس انترن مو لي ليميت ديال لا كروسونس اكستر ولا عكسه صحيح يعني ماشي ضروري تبقى عاقل على داكشي دو مانيير لي هي ديطاي اش قلنا في لافونتاج ديال كروسونس انترن كاين يل ساتيسفي لو سوسي دو دانديبوندونس اذن شنو لانكونفينيون ديال كروسونس اكستر هو لا ديبوندونس التبعيه لا ديبوندونس ا دوتر انتربريز كاين ريسك اخر من شركه كتشري شركه اخرى فهذا الشيء كيدير اش كيدير تقلبات كبيره لديك الشركه سواء الشركه اللي شرات او الشركه اللي تشرات اللي تشاو الاسهم ديالها وبالتالي كيطرح مشاكل ديال الاندماج ومشاكل ديال التفاهم ومشاكل ديال التواصل C'est bon. Donc, les inconvénients, la croissance externe, des problèmes d'intégration dans
ensemble. Yani, chaïkat, oui, perte de l'autonomie de gestion, ou la perte de l'autonomie de gestion, le risque de dépendance, le risque de dépendance, les inconvénients de la croissance externe. Ou les inconvénients, perte, pardon, je reçois des appels. Donc, il y a un problème d'intégration dans le nouvel ensemble. Les inconvénients de la croissance externe, il y a d'autres, là où moi juge, le coût cher le rachat d'entreprise. Ça demande beaucoup d'argent. C'est bon? Il y a le coût cher. Des rachats d'entreprises. Ça demande beaucoup d'argent. Il donne le coût élevé des opérations de croissance externe. Il donne c'est un inconvénient. La croissance, d'abord, deux la concentration. Oui, très coûteux. Et effectivement, c'est un inconvénient de la croissance externe. Deux d'abord, la concentration au centre des usines. Il y en a bzaf diyan nas had chapitre ma fehminouch اشنا هي لا كونسونطراسيون السؤال اللي كيطرحوه بزاف شنو الفرق ما بين لانتيغراسيون ولا كونسونطراسيون لانتيغراسيون شفناها كوم استراتيجي انك تشري شركات واخا سي بون ولكن ماشي كل سميتو كل انتيغراسيون راه داخله في الكونسونطراسيون ولكن ماشي كل انتغراسيون راه كونسنتراسيون كونسنتراسيون استراتيجي قائمه بذاتها والاصل فيها الاستمراريه في الزمن كيفاش مثلا انا شركه الهدف ديالي هو انني نشري شركات دائما الهدف ديالي لو سوسي ديالي سي بون هو انني دائما نشري شركات ونستافد من دوك الشركات وملي كتنقص المردوديه ديالهم نبيعهم ونشري شركات اخرى هذه هي اللي كتسمى لا لوجيك دو كونسنتراسيون ونشري مجموعه من الشركات ونديهم في يد واحده سي بون ونكون بذلك مجموعه من الشركات هذه هي اللي كتسمى لا كونسونطراسيون اذا شنو هي لا كونسونطراسيون هي كما قلت هو لا ريدكسيون دي تاي دونتربريز سي بون لا ريدكسيون دو تاي دونتربريز ولا لا ديسباريسيون كاع دونتربريز بور ابارتونير ا ان جروب سي بون كي اي جيري بار اون سول مان وهذه هي اللي كتسمى الظاهره ديال لا كونسونطراسيون علاش الشركات كيديروا لا كونسونطراسيون كاينين اسباب داخليه واسباب خارجيه لي كوز انتر دي ديريجون يعني امبيسيو يعني المدراء ديال ديك الشركه اللي كتشري الشركات وبغات تكون مجموعه شركات وكدير هاد التركيز الراسمالي اللي هو لا كونسونطراسيون بارابون شنو لوبجيكتيف ديالها هو شنو لا كوز علاش كدير هادشي لان عندها دي ديريجون امبيسيو طموحات ديال مجلس الاداره او ديال المسيرين ديال هاد الشركه او هاد الشركه عندها فائض ديال الاموال سي بون سبب اخر داخلي كوز انتر عندها فائض ديال الاموال ولا علاش لا ما تستثمرش هاد الفائض ديال الاموال في شي شركات في شراء شركات اللي غادي تجيب ليها مردودية اكثر واللي غادي يعني تحقق بها نتائج اللي هي جد جد متميزة سميتو كاينين دي كوز اكستر تهنا من لا كونكورونس يعني بور ريدوير لا كونكورونس هذا كاع السبب الرئيسي انك تهنا من لا كونكورونس انك تتحكم اكثر في السوق ان تزيد لي بار دو مارشي ديالك يعني دو مانيير رابيد اذا هادو كلهم دي كوز اكستر تحقق ليكونومي دي شيل اذا هادو كلهم دي كوز اي كوز اكستر اللي هما بوسيبل علاش دوفونيغ يعني فور يعني بو بوفوار انفلونسي كاع لي ديسيزيون بوبليك اي كريي ان لوبي يعني فاس او ديسيزيون ايتاتيك اذا هادو كلهم دي كوز اكستر اللي هما بوسيبل لا كونسونتراسيون فيها انواع كاينه لا كونسونتراسيون فيرتيكال كاينه لا كونسونتراسيون هوريزونتال La concentration horizontale, je n'ai rien. D'abord, tu as une chérica, mais tu as d'autres concurrents, tu as une chérica, quelqu'un a des concurrents, je te dirais que tu as les concurrents, que tu as من السوق وتهنى منهم تولي هي اللي كتحكم فيهم وهي الملكه ديالهم اذا لاحظتوا هنا اشنو شريت لو كونكورون ديالي اذا اوريزونتال لاحظتوا سي بون لان انا بحالي بحالو في السوق هو كينتج داك المنتوج دا انا كنشري داك المنتوج سي بون اذا كتمشي ديك الشركه كتشري داك لو كونكورون كيولي ان جروب
سي بون كيولي ان جروب ولا كتولي اون سوسيتي وحده. اذا هذه كتسمى سوسيتي دو كونسونطراسيون اوريزونتال، بحال كيما دارت داسيا اغونو مع داسيا، كانت داسيا بوحدها وكانت اغونو، مشات اغونو مشات داسيا، ولات داسيا اون مارك دو فواتور تابعه اغونو. اذا سميتو اذا هذه كتسمى كونسونطراسيون اوريزونتال. يعني شنو كونسونطراسيون اوريزونتال؟ هو انك تمشي تشري شركات كيمارسوا نفس النشاط الانتاجي اللي كدير في السوق، او شركات كيبيعوا لي برودوي دو سوبستيتيسيون. فيت اتونسيون، حتى لي برودوي دو سوبستيتيسيون داخلين في لا كونسونطراسيون اوريزونتال، ماشي منتوجات كيشبهوا 100% المنتوج ديالك ولكن كيحققوا نفس لو بوزوان بالنسبه للكونسوماتور. اذا انت هذه داخله في لا كونسونطراسيون اوريزونتال. لا كونسونطراسيون فيرتيكال، انت هنا لي فورنيسور ديالك اللي كيفورنيو لك السلعه من عند من كتشري السلعه، غنديروه من الفوق، وكاينين تحت منك لي كليون موزعين والزبناء اللي كيشريو من عندك المنتوج. الا مشيتي شريتي لي فورني، ممكن لونتربريز عندها مشكل في سميتو في الشراء ديال السلع والمواد الاوليه اكسترا، كتمشي انت كتشري شركات اللي بالنسبه لك انت فورنيسور. اذا لم مشيتي شريتيهم ودخلتيهم معك الشركه ديالك، فهذه كتسمى كونسونطراسيون فيرتيكال. لاحظتوا فيرتيكال، ها الفورنيسور ولا معايا لو فورنيسور دابي، دونك سي اون كونسونطراسيون اللي هي فيرتيكال. او تمشي تشري لي كليون ديالك، لاحظتوا خط مستقيم، لي فورنيسور الفوق، انت هنا لي كليون تحت. دونك كتمشي كتشري شركات ديال التوزيع، مثلا انا شركه كتبيع الحواسيب، وكاينين دوك الشركات ديال البيع ديال الاجهزه الالكترونيه. دونك نمشي نشري انا مثلا محل تجاري، مثلا جو سي با اون سيرفاس دو ديستريبيسيون اللي كتبيع فقط المواد المنتوجات الرقميه، وانا كنبيع الحواسيب والمنتوجات الرقميه، علاش انا ما نمشيش نشريهم؟ او تشري لاكتيفيتي دي شركات كيديروا لاكتيفيتي ديال لي فورنيسور ديالك، سي بون. اذا هذه حتى هي كتسمى كونسونطراسيون اوريزونتال، عفوا فيرتيكال. الا شريتي لي فورنيسور ديالك بوحدهم، فهذه كتسمى استراتيجي d'intégration ou de concentration en amont. Chez les clients, les entreprises clients, chez les hommes, ça veut dire que c'est ma stratégie ou concentration verticale en aval. Il est de chez les hommes, juge, ça veut dire que c'est ma une filière. C'est bon. Alors, tu as comme exemple de concentration verticale en amont, بحال اللي دارت ميشلان. ميشلان كتعرفوا كتبيع لي بنو ديال السيارات وديال الكاميوات، المهم ديال وسائل النقل. وكما كتعرفوا ان داك البنو مناش كيتصنع من الكاوتشو. دونك شنو دارت ميشلان؟ مشات شرات فيرمات كانت كتشري هي داك الكاوتشو، كانت كتشري من البرازيل. اش مشات دارت هي باش ما يبقاش ليها مشكل في التزود من الماده ديال الكاوتشو، مشات شرات فيرمات كاينين في البرازيل، شراتهم هكتارات ديال الشجر ديال ليفيا، الشجر ديال ليفيا اللي كتصنع منه الكاوتشو. وبالتالي شرات اش شكون شرات؟ شرات فيرمات كانوا هما كيبيعوا ليها الكاوتشو، دابا ولاو ديالها. اذا هذه استراتيجي كما قلت لكم دو كونسونطراسيون اون امون. وكاينه بيان سور استراتيجي دو كونسونطراسيون اون افال، انك تشري لي كليون ديالك كما قلت لكم، شركه كتبيع الحواسيب، ممكن تشري جميع لي بوتيك اللي كيديروا اللي كيديروا التجاره، اللي يعني كيتاجوا في الحواسيب، ممكن تشريهم سي بون، باش هي تتحكم في لا ديستريبيسيون في السوق فاش كتواجد، او في الاسواق اللي كتستهدفهم في الاستراتيجيه ديالها. اذا هذه كتسمى كذا. دابا نمشيو لا كونسونطراسيون كونغلوميرال. شنو هي لا كونسونطراسيون كونغلوميرال؟ هي شركة عندها النشاط ديالها الأم، النشاط ديالها الأم، نأكد عليها هاد القضية، عندها النشاط ديالها أم يعني رئيسي، عندها مصنع، عندها بنية تجارية، مهم عندها نشاط رئيسي، وكتستغل داك الفائض ديال الأموال اللي كيجي من لو ميتي دو باز ديالها باش تستثمر في شراء شركات في ميادين أخرى ما عندهم حتى علاقة بالنشاط الرئيسي ديالها. اش كيتسمى هذا؟ كيتسمى لا كونسونطراسيون كونغلوميرال. شنو هو لو كونغلوميرال؟ سي لوغسكو اون انتربريز اشيت دوطر انتربريز كي نون اوكان ليان افيك سون اكتيفيتي دو باز او بيان افيك لو ميتيي دو باز، ولكن شرط تكون ديجا هي عندها نشاط انتاجي صناعي تجاري معين، وكتستغل داك الفائض ديال الانتاج اللي عندها في داك النشاط الانتاجي باش تصرفو في شكل استثمارات، في شكل شراء شركات كتنتمي لدي ميتيي اخرين. سي بون،
Oui, tout à fait. Ici, bien sûr, il y a une logique de diversification des activités. Le holding, là, le holding, حاجة أخرى. الشركة إلا سولناها شنو كدير، فهاد الشركة هادي فقط كدير السمسارة المالية. مثلا لا اس ان اي، لا سوسيتي ناسيونال دانفستيسمون في المغرب، إلا سولناها شنو كدير؟ تقول لك كندير وأنا في هذا الدومين وهذا. لا لا، لا سوسيتي ناسيونال دانفستيسمون. انت اشنو كدير؟ كتقول لك ما عنديش اون اكتيفيتي دو باز، حنا فقط واحد المكتب فيه مجموعه من المستثمرين، سي بون، اللي اتفقوا انهم يديروا واحد مجموعه شركات، سي بون، واحد البسطام ديال الشركات، وكيشريوا الشركات اللي كتجيب لهم ربح مالي. من كتعيا شي شركه او المردوديه ديالها كتنقص، كيتخلصوا منها كيبيعوها. هذه كتسمى الهولدين، شركات التملك، يعني شركات الهدف منها ياك هو شراء وبيع شركات أخرى فقط، ولكن ليس لها نشاط إنتاجي معين. وهذه دائما كطرح مشكل في الهوية عند المستهلك. هذه الشركة شنو كدير؟ لا سوسيتي ناسيونال دافيستيسمون ما عندهاش نشاط رئيسي، وإنما هي سمسار يعني مالي يتاجر يعني في الشركات، يعني كيشري الشركات وكيبيعهم حسب الحاجة وحسب الأهداف المالية المسطرة من طرف داك من طرف الإدارة ديال هاد الشركة. هذا كيتسمى الهولدين. عادة كاين لو كارتيل. أشنا هو لو كارتيل؟ هو لونتونت، سيت اون اونتونت، هو اتفاق ممكن يكون سري ممكن يكون علني، سي بون، ما بين مجموعة من الشركات اللي كيتفقوا على قرارات موحدة يديروهم في السوق باش يتجنبوا ديك المنافسة الحادة بيناتهم. مثلا شي نهار مثلا تجي اتصالات المغرب واورانج وانوي ويوحدوا الثمن ديال الخدمات ديالهم. علاش داو هاد الشيء؟ سي بون، باش يخفضوا من المنافسه ويستافدوا اكثر. ولكن بالنسبه للكونسوماتور هذه المساله خايبه، لان يعني ممكن يتزاد الثمن، الشركات يوليو يديروا ما بغاو في السوق. سي بون، اذا هذا كيتسمى لو كارتيل. لو كارتيل هو اتفاق ديال الشركات على مجموعه من القرارات اللي تخفض سميتو اللي تخفض اللي الحد من يعني من شده المنافسه بيناتهم. سي بون، ممكن تكون بهذا الاتفاق على الثمن، ممكن يديروا بارتاج جيوغرافيك، يديروا تقسيم جغرافي بيناتهم. انا نسوق المنتوجات ديالي في لازون ا، تتسوق المنتوجات ديالك في لازون بي، وانت في المنتوجات ديالك في لازون سي، وتا واحد ما يزاحم الاخر، وتا واحد ما يدرونجي الاخر بالتوزيع ديال المنتجات ديالو في المنطقه ديال الاخر. سي بون، اذا كنديروا هذا لو بارتاج جيوغرافي مثلا باش الناس سميتو باش نتهناو من المنافسه. وكاينين انواع كثيره ديال لو كارتيل. اذا لاحظتوا هو نوع من الكونسنتراسيون للشركات، ماشي ضروري يكونوا في شركة وحدة وتكون بيناتهم علاقة قانونية مباشرة باش ممكن يحدوا من المنافسة وكذا. التأثير ديالهم بحال التأثير ديال شركات مجموعين في نفس الشركة. إذا هذه كتسمى لو كارتيل. كانوا سولوكم في الامتحان الوطني في الدورة العادية على لي كونسيكونس دو لا كونسونطراسيون، ومالوغوزمون قليل اللي جاوب عليهم. لي كونسونطراسيون ديال لا كونسونطراسيون، ذكروا لكم لي كونسيكونس سوسيال. عطاكم سؤال في الامتحان الوطني على لي كونسيكونس سوسيال، مي مالوغوزمون قليل فقط هما اللي جاوبوا عليه، ساشو ان هاد السؤال الجواب ديالو كاين في الدرس. المهم، كاين دي كونسونطراسيون ايكونوميك، عفوا، دي كونسيكونس ايكونوميك، نتائج اقتصاديه. شنو هما هاد النتائج الاقتصاديه؟ ان هاد لي كونسونطراسيون هادو كيقضيو على المنافسه، المنافسه اللي مزيانه بالنسبه للكونسوماتور، لانها كتنقص من الثمن، كتعطي ان بون رابور كاليتي بري. سي بون، اذا لي كونسيكونس سوسيال، لا ريدكسيون دو لا كونكورونس ولا لا ديسباريسيون دو لا كونكورونس اي موفي، يعني اي موفي. Est mauvaise pour يعني le consommateur، لان يعني كتضرر بلو بوفوار داشا ديالو، كتسبب في الانفلاسيون. سي بون، كتسبب في الانفلاسيون، اي سي موفي يعني بور لو كونسوماتور. كذلك سميتو، كذلك يعني دوك لي جروب، هاد سميتو هاد الشركات اللي كيتحدوا كي سون اونيفيي ولا كي سون اللي داخلين في الاطار ديال هاد لي جروب، كيكونوا اقوياء، وبالتالي كيؤديو الى اختفاء شركات صغيره يلاه بدات نيسونت فراجيل، وهذا الشيء كيتسبب في لا ديسباريسيون دي زونتربريز. وهاد القضيه عندها دي كونسيكونس سوسيال. شنو هي؟ يعني لا ملتيبليكاسيون دي بلان سوسيو، لو شوماج، لا بريكاريتي، اكسيتيرا. دونك هادو هما لي كونسيكونس سوسيال. اذا غروسو مودو عطيتكم ملخص ديال الدروس، وناقشنا بعض الأسئلة اللي كطرحوا بزاف في الامتحان الوطني والأجوبة اللي ممكن ديو.
نتمنى سميتو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا اللايف. دابا خصني نقطع ان شاء الله، نوعدكم نجيو لايف اخر في شي ماده اخرى، محاسبه ولا كذا، على حسب لي دوموند ديالكم في لا كوميونيتي. كاينه كوميونيتي، سيدخل الكوميونيتي ديال ماي ايكونومي، وطرحوا ليا بيان سور الحوايج اللي بغيتوني نشرح لكم. ان شاء الله ما غادي نخلي عليكم حتى شي حاجه. الله يعاونكم مستضعفين، نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. اي ميرسي بوكو، نتلاقاو في شي لايف اخر ان شاء الله او فيديو اكسبليكاتيف. Et merci pour votre attention.